زي ما انت شايف كده القصر فخم جدا، وكمان المكان اللي هو موجود فيه جميل جدا. السلام عليكم واهلا بكم في فيديو جديد من جي تي اي 5. قبل ما نبدا الفيديو حابب اشكر الناس اللي بتدعمني بلايك وبتكتب لي كومنتات جميله بالشكل ده. فيديو النهارده جديد ومختلف، واول مره ينزل فيديوهات من النوع ده على القناه. لاول مره بعد طلب منكم هنضيف بيوت جديده في جي تي اي 5، ولكن انا حبيت ابدا السلسله بقصر كبير وفخم جدا على شاطئ لوس سانتوس. القصر ده على حسب المرشد الخاص بالمطور فهو فيه جراج بيسع لست سيارات وحجرات كتير جدا عاديه وماستر ومكاتب وحاجات كتير جدا. كل ده هنشوفه في فيديو النهارده، وبعدين هقول لك ازاي تركب القصر ده عندك. ولكن قبل ما نبدا يا ريت تدعمنا باللايك والشير والاشتراك وتكتب لنا كومنت حلو من عندك، واسيبكم مع الفيديو ومشاهده ممتعه. طبعا ما فيش انسب من مايكل ان هو اللي يقدر يشتري القصر ده او يبقى القصر ده بتاعه. هندخل الاول نروح بالعربيه بتاعتنا على مكان القصر. هنركب النهارده الجي كلاس جي 63. هنسيب اللامبورجيني النهارده هي على الباب ايه، والسي 63 لعبنا بيها كتير، خلينا نلعب المره دي بالجي 63. المشكله اللي بحسها بتتزحلق بصراحه. يلا بينا نبدا. نطلع الاول كده بره الفيلا، نبدأ كده نفتح الماب علشان نشوف فين مكان القصر بتاع النهارده. هو مكانه في المنطقة دي تقريبا كده بالظبط، هو في المكان ده كده، هو بعد على طول ما بخلص المباني بتاعت الشاطئ دي بتلاقيه هو على طول بعدها. يلا بسم الله نروح على مكانه. هو تقريبا أكتر من 2 ميل بشوية من بيت مايكل. أنا ملبس مايكل النهارده بدلة ونضارة ومخليه رجل أعمال خالص. قربنا نوصل، هو تقريبا نص ميل من المنطقة دي. زي ما انت شايف هنا كده البوابة دي بوابة القصر بتاعنا اللي هي بوابة رقم 7709 دي. طبعا زي ما انت شايف كده بس نعدي الطريق. عدي عدي نعدي كده. زي ما انت شايف البيت له اكتر من مدخل تقدر تخش منه. ممكن تنزل من تحت هنا وتخش من عند السلم اللي هناك ده لو انت ايه كنت على الشاطئ وكده وقاعد زي الناس اللي قاعده دي. اما بقى لو عايز تدخل على طول بالعربيه هتخش من الباب ده. خلينا نكتشف الاول. انا بصراحه ما اكتشفتش البيت ده خالص ولا لفيت فيه، انا مجرد ان ركبته قلت هنشوفه مع بعض. هنا برضه اهو في باب كمان وفي مهبط طيارات هليكوبتر، بس الباب ده برضه تقدر تطلع بيه من على رجليك، مفيش برضه مدخل عربية. طبعا زي ما قلت لك الفرامل بتاعت العربية دي ضعيفة جدا، مش عارف ايه السبب. نروح الجراج نعدلها بس بعد ما نخلص الفيديو. تيجي من تحت هنا كده، ده تقريبا الأساس بتاع البيت. لا تعالى نطلع نخش من الباب الكبير على طول. العربية دي حلوة انها اوف رود وسيوف وكده، بس مشكلتها في الفرامل ضعيفة جدا. الله بسم الله. الباب اوتوماتيك بقى يا باشا في البيت ده، كل حاجة فيه مودرن زي ما انت شايف كده، عكس بيت مايكل اللي بيقعد يفتح في ساعة. ده زي ما انت شايف، بص العربية بتعمل ازاي. سلام، شايفين الشجر كده في بداية البيت كده، الشجرة الجميلة دي وموقعة ورق على الأرض اهو. أكيد في عمال هنا في القصر ده برضو، في كل حاجة في القصر ده زي ما انت شايف زرع. أنا مش عارف ازاي زرع على الشاطئ. دول حاطين تراب تقريبا زي ما انت شايف كده. ده القصر من بره، بس ده برضو مش كل حاجة، القصر كبير جدا كبير جدا جدا. احنا ممكن اصلا كمان نقدرش نكشفه كله في الفيديو ده. في شجر ونخيل هنا شكلهم كويس. تقريبا ده ملعب، ده ملعب تنس فوق اهو، وهنا كمان في ترابيزه بينج وبلياردو وحاجات من دي. ده طبعا مدخل الجراج. ده الجراج اللي على حسب كلام المطور بيقول ان هو بياخد 6 عربيات. تعالى كده عايزين نخش بالعربيه لجوه بعد كده نركنها. وفي كمان سكوتر اهو، او مش عارف ده اسمها ايه بالظبط، بس دي اللي بتبقى في الميه اكيد هتلاقي حد هنا بيلعب بيها. لا كلها مراكب هنا زي ما انت شايف كده. ده كده البيت من بره، بس ما فيش مكان نحط في العربيه تقريبا، هو المكان ده بس. تعالى نرجع ورا كده نركن ونشوف الجراج بالمره. في باب هنا اهو في الجراج، وكمان لو انت راكن عربيه هناك على الجراج ومش عارف تدخل في كمان باب اهو. كل حاجه موجوده، كمان في شاشه اهي جوه الجراج. جراج محترم يعني، احسن تقريبا من الموجود في بيت فرانكلين. نركن هنا، هنا كده كويس. ننزل نكتشف البيت كده. طبعا الحته شكلها هتمطر، الجو مغيم. الساعه كام دلوقتي؟ الساعه 12 او 1 الا ربع تقريبا. شكل القصر جميل جدا، تقدر تطلع من فوق هنا، بس احنا عايزين بس نكتشف الدور الارضي كده مع بعض. المنظر لوحده كده جامد بصراحه. عندك هنا كراسي دي، وده مطبخ تقريبا هو اعلى الشجره. مش مشكله هنا يعني في شمسيه اهي والدنيا رايقه، وتحت كمان في ناس مولعه. هنا القصر ده جامد بصراحه. تقدر تعدي القصر من هناك، وتقدر تعديله من الجسر اللي هم عاملينه هنا ده طبعا حمام سباحه، والتحت كمان تحت جدا. نبدا ندخل كده. دي تقريبا كلها حجرات ماستر زي ما مطور المود قايل، وهنا برضو تقريبا حجرات ماستر، ولكن ده الباب بتاع القصر نفسه زي ما انت شايف كده اوتوماتيك كله يا باشا. نبدا ندخل هنا بالمحرمات دي كلها، وهنا تقريبا المكان اللي بيقعدوا فيه وكده. الباب ده تقريبا ما تقدرش تستخدمه. تستخدمه؟ لا ينفع تستخدمه. عندنا هنا ده تقريبا المطبخ، والمطبخ برضو له باب من هنا بتقدر تطلع من لبره. احنا شكلنا هنتوه جوه القصر ده بصراحه. في هنا ايه ده؟ هنكتشفها دلوقتي، بس نشوف ايه اللي هنا. هنا برضه حجرة تانية، بس دي تقريبا بتاعة الاجتماعات.
ده احنا لسه داخلين من هنا، بس في هنا كمان قاعدة هنا والسلم اهو، وهنا في تغيير ملابس، واللي تحت السلم هنا مية. هنا في ايه؟ ده هنا اللي بيخرج على بره، هنا العربية بتاعتنا ايه؟ معرفش الجراج لسه مفتوح دلوقتي. قفل اهو. تعال نروح نكتشف المدخل اللي كان هناك ده، بعد كده نطلع على السلم. ايه الباب ده بقى؟ ده باب كمان بيفتح جرار ماكدونالدز. طب ما في كل حاجة هنا في القصر، الواحد هيعيش هنا مش هيخرج بره خالص. ماكدونالدز وكل حاجة موجودة هنا. ده ايه ده؟ كويس جدا. انا ما كنتش اتخيل ان القصر ده كده بصراحة. ده كل ده في الدور الارضي، يعني لسه ما طلعناش فوق ولا رحنا في اي حتة ولا رحنا حوالين البيت، احنا بس اكتشفنا تقريبا المدخل من عند البوابة، اما لسه ما اكتشفناش كل حاجة. تعال نطلع فوق كده. شايفين هنا في سان اندريس معمولة بالليد، وفي شوية شجر هنا، بس تقريبا ده زينة بقى اكيد، يعني اللي مش معقول زارعين شجر هنا كمان في الشمس ولا في اي حاجة. هنا في شاشة، البيت كله تقريبا شاشات. ايه دي؟ ايه ده؟ ده استوديو. هنا كمان في استوديو. انزل انزل، هو ايه اللي بيحصل هنا ده؟ اكيد في جوه كمان استوديو. استوديو برضه تقريبا، هنا في حفلات بتتعمل وحاجات كتير. وايه ده؟ اكيد حمام. وهنا في كمان ده هو بابين. تمام، ندخل الاوضه دي. ده مكتب، ده بقى المكتب تقريبا بتاع صاحب القصر ده اللي هو مايكل. يعني عنده هنا اللاب برضه ينفع تستخدمه، والشاشة دي ده بقى وقت الاجتماعات لما يكون عنده ناس قاعدة هنا وكده، فبيدخلهم جوه على الشاشة. لو كمان المكتب بيطل على البحر زي ما انت شايف كده، زرع تقريبا 4 شجرات اهو على الازاز. ما علينا، شايف الدولارات اللي دي؟ هو دلوقتي اصلا مايكل معاه 2 مليار 142 مليون، فما تستغربش على مايكل الكلام ده. اطلع بسرعة. عندنا هنا ترابيزة بلياردو، وايه اللي هنا؟ دي حجرة ماستر تقريبا، دي الحجرات اللي كان بيقول عليها مطور المود. هي تقريبا ماستر، وبرضو قال ان في حمامات ماستر برضو يعني. وهنا برضو حجرة كمان ماستر، وبرضو في هناك ماستر. وهنا كمان لا دي اشيك بصراحة. هي اشيك بكتير جدا. بس ايه ده؟ ده البتاع على طول. ما علينا، اكيد مطفية من بره يعني. ده باب، معلش. موديل الجرافيك ده بتاع ميك فيجوال جريت اجين رهيب جدا بصراحه. عندنا هنا زي ما انت شايف المنظر، نخل، بس طبعا النضاره بتاعت مايكل مفيامه الجو شويه. زي ما انت شايف كده احنا اكتشفنا المكان اللي تحت ده تقريبا، بس لسه ما اكتشفناش الحته اللي كانوا مولعين فيها دي. بس المكان كويس بصراحه. تقريبا المركب دي تبعنا برضو، اللي هي اللي تحت دي. دي تقريبا برضو تبعنا. طبعا في اماكن كتير جدا يعني لسه ما اكتشفناهاش جوه القصر ده كله، بس القصر يتوه بصراحه. شفت زي ما قلت لك المكان اكيد متفيم يعني. فعلا طلع متفيم. هنا اكيد بيزرعوا، هنا في مكان للزرع في تراب. ومن هنا ممشى كده، ودي برضو حجرات الماستر برضو متفيمه من بره. هنا في قعدات هنا، واكيد هنا القصر ده بيتعمل فيه حفلات وبتاع. وهنا برضو المنظر قوي جدا، حتى كمان لو انت مش مركب مود جرافيتي برضو المنظر قوي. بس انا مش عارف بصراحه مركبين التلسكوب ده هنا ليه، مع ان مفيش اي مكان هنا يبص عليه. ممكن مثلا تبقى تبص على المراكب كده. تعال نجرب، ممكن مثلا تبص على المراكب او الطيور. وعندك هنا المكان ده. طب تعالوا نشوف المكان اللي كانوا قاعدين فيه هنا، ده اللي هو كان فيه نار. احنا ما شفناش كمان المكان ده. المكان ده شكله جميل جدا بصراحة. وهنا في برضو شواية، وده مكان الشوي بقى، ده غير برضو مكان النار اللي احنا عايزين نروحه. تمام، تعال ننزل كده هنا نكتشف اللي تحت. هنا النار اللي كنا بنقول عليها. بصراحة تصميم البيت ده كويس جدا، أنا متأكد إن اللي صمم القصر ده تعب عليه جدا، استخدم 3D حسب ما هو كاتب برضه في المرشد اللي هو منزله في موقع جي تي اي 5 مودز. فهو استخدم 3D ميكر تقريبا، والفوتوشوب، شوية حاجات كتير جدا كده، واستخدم برضه موديل منيو عشان يرتب الحاجات دي كلها. هنشوف برضو الحاجات دي كلها مع بعض. بس كده تقريبا مفيش حاجه. في برضو كان في مهبط طيارات هليكوبتر هناك، بتقدر برضو تركن عليه الطياره الخاصه بتاعتك. كمان انا طلعت في القصر هنا لقيت فيه تقريبا دقيقه لوح طاقه شمسيه او حاجه زي كده. وبرضو يعني هو حتى المطور بتاع المود ده ما سابش حتى السطح بتاعه، وكمان رتبه بصراحه. بس هو ممكن يكون نسي مكان للحيوانات الاليفه وكده، علشان برضو لو انت حابب تلعب بفرانكلين ففرانكلين عنده كلب برضو. بس كده، وده الجراج اللي بياخد الست عربيات. لو انت فضلت لحد هنا وبتشوف معايا المود، فلو حابب نكمل في السلسله دي، نضيف اماكن جديده وبيوت جديده ونستكشفها مع بعض، اكتب لي تحت في الكومنتات. وبرضه لو عجبك القصر ده وعايز تركبه، يلا بينا نشوف طريقه تركيب القصر ده ازاي. طبعا متطلبات تشغيل المود ده او الاساسيات بتاعته هي سكريبت هوك في وسكريبت هوك في دوت نت، والمود بتاعنا، وطبعا برنامج اوبن اي في. طبعا طريقه تركيب الاساسيات دي سهله جدا. لو انت اول مره تركب مودات يعني، هنركبهم بشكل سريع كده. على ايقونه اللعبه عندك كليك يمين، بعد كده اوبن فايل لوكيشن، تفتح ملفات اللعبه عندك بالشكل الطبيعي ده. طبعا اي نسخه حتى لو عليها مود الشرطه برضو القصر ده هيشتغل معاك. انا مركبه اهو على نسخه فيها مود الشرطه، والامور تمام، ما قابلتنيش اي مشاكل بصراحه. خلي دايما عندك سكريبت هوك في احدث اصدار، لا
عشان في مودات حديثة وكده، والمود ده نازل من قريب يعني مش من وقت طويل، فأكيد هيتطلب سكريبت تطبيق أحدث إصدار. وقت تصوير الفيديو ده كان 2944 هو أحدث إصدار. أول ملف وتالت ملف ما تاخدش النت في ترينر، حطهم عندك في ملفات اللعبة من بره كده من غير ما تفتح أي فولدر في ملفات اللعبة. تمام كده انت ركبت السكريبت هوك في. تعالى بقى على سكريبت هوك في دوت نت، في 6 ملفات فيه. طبعا السكريبت هوك في دوت نت ده مش بيتحدث باستمرار، بيبقى وقت طويل جدا. هتاخد 6 ملفات دول من عدا ملف الريدمي والليسنس، هتحطهم عندك هنا في ملفات اللعبه وتوافق على الاستبدال. كده خلاص انت ركبت كمان السكريبت هوك في دوت نت، فاضل عندك المود وبرنامج اوبن اي في. طريقه تثبيت برنامج اوبن اي في سهله جدا، نيكست نيكست بعد كده كونتينيو، فالامر سهل جدا يعني. وبعد كده بتحدد له مسار اللعبه بتاعك، فانا مثبته مره، فعندي هنا على سطح المكتب البرنامج. خلاص هنفتح البرنامج بشكل طبيعي جدا وعادي جدا، الواجهه بتاعته بسيطه، بتجي لك الايقونه دي، بعد كده بتدوس هنا على ويندوز لو انت بتلعب على ويندوز، وعندك هنا باقي الاختيارات لو انت بتلعب عليها. انا اختار ويندوز، هيفتح بالشكل الطبيعي ده. فتح البرنامج معايا بالشكل ده. كل اللي عليك لو انت اول مره تثبته هتدوس على علامه الصح دي، هتلاقي عندك الملف ده والملف ده مش معمول لهم انستول، هتعمل لهم انستول، بعد كده تدوس اوكي، بعد كده هتدوس على كلوز من هنا. بعد كده طبيعي جدا اول ما تفتح برنامج اوبن اي في لازم تفعل عندك زرار الايديت مود علشان تعرف تعدل على اللعبه. بعد كده هتروح عندك على ملف ابديت، بعد كده اكس 64، بعد كده دي ال سي باكس، لحد ما تفتح عندك ملف الدي ال سي باكس بالشكل ده. طبعا انت لو بتركب عربيات فاكيد عارف ان الملف ده كله بتاع تركيب العربيات، ولكن القصر ده هيتركب في الملف ده برضه. هتفتح عندك مود القصر بالشكل ده، هو ما يعتبرش مود يعني، هو يعتبر اضافه زيها زي ما بتضيف عربيه بالظبط. كمان الاضافه دي الحلو فيها ان هي مش بتتركب عن طريق مود المنيو، بتتركب على طول وبتفضل ثابته في اللعبه. هتفتح مين فايلز وهتلاقي فيه الملف ده، جواه ملف الدي ال سي دوت ار بي اف زيه زي اي عربيه. هتسحب الملف ده كده عندك في الدي ال سي باكس بالشكل ده. كده خلاص انت ركبت القصر، ولكن لسه برضو عايزين نفعله. هتيجي عندك في برنامج اوبن اي في، هتدوس هنا من فوق على ابديت، بعد كده update.rbf، بعد كده common، بعد كده data، بعد كده هيجي لك هنا show modes folder او copy to modes folder على حسب ما هيظهر لك، دوس عليها عشان لو عايز تمسح المود ما يقابلكش اي مشاكل. هتدوس هنا show modes folder او copy to modes folder، هيفتح معاك بالشكل ده. هتنزل تحت كده لحد ملف اسمه dlclist.xml، هتدوس عليه كليك يمين، بعد كده edit، هيفتح معاك الملف بالشكل ده. هتنزل تحت كده لحد اخر سطر، هتيجي هنا من عند السطر ده، من عند السهم للسهم، حدد كده، بعد كده كليك يمين، بعد كده كوبي، وهتيجي من عند اخر السهم تدوس على انتر. هنزلك سطر بالشكل ده، كليك يمين في المكان الفاضي ده، بعد كده بيست. تأكد ان السطر كده تحت بعضه بنظام، يعني السهم ده مش هنا ولا هنا، ويبقوا متنظمين بالشكل ده. هتيجي عندك هنا في الموب بتاعنا، هتيجي على اسم القصر تدوس عليه كليك يمين، بعد كده رينيم، وهتاخد الاسم ده كده كوبي او تنقله عادي، يعني عايز تاخده كوبي خده، بس الكوبي اسهل يعني. وهتيجي هنا ما بين علامه السلاش دي وعلامه السلاش دي، تمام. هتمسح الاسم ده كده بالشكل ده، وتحط الاسم اللي انت نسخته هنا اللي هو اسم القصر. تمام كده انت ركبت المود، مفيش اي حاجه صعبه ولا معقده، كل اللي عليك هتضغط هنا سيف. خلاص اقفل كل ده. طبعا في القصر ده انت تقدر تغير لونه وتقدر تعدل فيه شويه تعديلات كده، ولكن انا بصراحه شفته من بره بس كده بالتعديلات ما عجبنيش، انا ما اكتشفتوش طبعا قبل ما اصور الفيديو ده، ولكن انا عجبني لونه كده بصراحه. طبعا زي ما قلت لكم لو حابين ننزل قصور وبيوت ونستكشفهم مع بعض زي الفيديو ده، فيا ريت تكتبوا لي تحت في الكومنتات، وصلوا برده الفيديو ده لاكبر عدد من اللايكات. وبس كده شباب يكون انتهى فيديو النهارده، بتمنى انه يعجبكم، وما تنساش تدعمنا باللايك والشير والاشتراك، واستنونا في الفيديوهات الجايه ان شاء الله، والسلام عليكم.